Tim, please, let me speak to you. Can you give me his time, brother? No. Okay. What is this? No football match. Can you give me brother? Brother, I spoke to you many times. You seem sincere, inshallah. So I want to know. بعدين حبيبي. No. بعدين يا أخي. بس يا قلبي. أخي بعدين. أسألك سؤال واحد. جاوبني عليه وما. يا أخي الكريم أنت. هلا هذا الشيعي تكلم معه. أنت الشيعي ولا سني؟ أنت سني. خلاص خليك تكلم معه. أنا مسلم يا صاحبي. ماشي سني ماشي شيعي. خلاص خليك تكلم معه. أنا مسلم يا صاحبي. أنا بآمن بالسنة تمام وبلحق كمال الإمام علي والحسين والحسن أنا مسلم خلاص أبو بكر وعمر طيب عيب يا سنة لو محمد بيننا عليه الصلاة والسلام قل رسول الله قل محمد ليس صديقك رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أنه بيننا ما كان نظرته بالأمة الإسلامية اليوم ذا فايت صافي ما هي نظرته للأمة الإسلامية اليوم والله يزعل من بعضهم وبعضهم يفرح بهم جاوبني ما هي نظرته أنا جاوبتك يزعل من بعضهم كمسلمين لا 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 يزعل من الذين اسمع يا أخي أنا أجاوبك يزعل من بعضهم ويفرح ببعضهم كيف يعني؟ يزعل من الذين يسبون أم زوجته عائشة؟ مفيش فرح، مفيش فرح، أنا بقول لك الأمة واحدة لا ليس أمة واحدة الأمة واحدة الأمة المسلمة هي الأمة واحدة أنا جاوبتك لا لا شوف أخي اسمع in English, in Chinese, in French أسمع I ask yes. If Muhammad now between us If رسول الله عليه الصلاة والسلام If Muhammad عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم Between us, what he will think about us now I said to him, he will be happy with some of us And he will be very upset and angry with some of us. He will be happy we talk about Sunni and Shia. Yeah, he will be happy to clarify the truth. No, we are Muslim. Yeah, yeah. No. We are all Muslim. Okay, you ask me the question. We are all Let me ask you a question. Actually, this coming between... Let me ask you a question. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Let me ask you a question now. Let me ask you a question. What do you... If Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam is with us now, and he hears there is some people who curse his wife, how is it going to be? He will be happy, yani. كيف؟ أوكي. لو النبي عليه الصلاة والسلام هو معنا الآن ويسمع أناس يقول بأنهم مسلمون لكن يسبون زوجة عائشة كيف يكون؟ They're not allowed to and they have to feel sorry about that. No, I'm asking Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول يكون؟ نفس السؤال كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عائشة رب العالمين برأها فهم ما بيصير. بارك الله فيك أنا ما قلت برأها أم لا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حي. ويعرف بي في أناس يطعن في أبو بكر وفي أبو بكر وعمر ويطعن في زوجته بارك الله فيك طيب ماشي إذا خلي أنت يا سني وجماعة السنة كلياتهم إيش مسوين اليوم أنا أدعو الإسلام أدعو الإسلام وهذا لازم نرجع كلياتنا واحد للإسلام ولا الشيعة ولا لا, لا 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 أنا سألتني أنت قلت لي أحلى حبيبي هو سألني لازم هاي من أدخل التتار؟ أليس العلقمي الرافدي شيعي طعن في أهل السنة وأتى بالتتار وقتل أهل السنة؟ والتواريخ وتشيل لا لا أبو عيلة والطوسي أفتى نعم أخي ما يسمع شايلونه أخطاء اللي قتل الحسين خلاص ما قتل أهل السنة في العراق من قتل طيب سليماني ماذا فعل أهل السنة؟ لا سليماني هم عملوا هيك ونحن عملنا هيك بالماضي سليماني ماذا فعل؟ نحن أولاد اليوم يا مسلمين ما المشكلة اليوم اليوم نحن أولاد اليوم يا مسلمين اليوم تقول الكلام هذا سليماني ماذا فعل؟ سليماني أنا قلت لك الوقت البارح أنا لست اليوم أنا ولد تقريبا عندي ما أريد أقول لأن كلنا بعد على كم سني كم عمرك؟ اللي قتل الحسين هم نعم معروفة لكن الآن حبيبي سليماني ماذا كان يفعل في العراق وفي سوريا؟ الله يرحمه مات أعوذ بالله الله يرحم سليماني الذي يسب عائشة أنا سوري قتلك. أنا سوري أنا أشعلك سليماني كان يحارب أهلي آه ما شاء الله ما في بشار ما له في بشار ما له في بشار ما أنا وقت للدار من مسلم بشار ما له في بشار ها بشار كان قتلك بشار كافر او سليماني من عباد الرحمن بشار كافر سليماني سليماني رافدي انا بحلف ان بشار ما له مسلم سليماني قاسم انا بحلف بشار ما له مسلم ليش رافدي رافدي خلاص اخي حياك الله الله يهدينا ويهديك
سلامات. محمد اسي يورا ان شاء الله. يا اخي امين 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 واياك بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله الحمد لله. تعرف المشكله انا اجوا كلهم ضدي شيعي صوفي خوانجي كلهم والنصيري الله يرزقك بارك الله فيك معك الله سبحانه الله نعم المولى نعم المولى معك منهم الله اكبر جلدهم جلد اسمع بالله ايه نتوحد بالقران والسنه مش بالكلام الباطل. ليش ما بتريدهم يصيروا مثلا يتبعوا ربك ويتبعوا سنه؟ هذا الذي افعل معه افعل افعل على طول ضروري يتبعك يصير سنه. خلي ما تدري يمكن ربي يهدي على ايدي. انت ما خليته يكلم بارك الله. واو سيد واتس يور نيم؟ كاميو. ها؟ كاميو 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 منام شمسي كاميو. واو سيد يو كاميو. واو سيد يو بدر. ان شاء الله بارك الله فيك على الدعوه. اسمع بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. لا شوف حبيبي دقيقة دقيقة أساساً عيب والله والله على كل مسلم عيب إنه يقول أنا سني ولا أنا شيعي. لا خلاص إحنا مسلمين وبس. لكن كيف هذا؟ مسلمين وبس. محمد قال أنا مسلم ما قالش أنا سني ما قالش أنا شيعي. قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم حنيفا مسلما خليكم من القدس مسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام خليكم حبيبي خليني أكمل. نحن مسلمين والله هذا يقول لك نحن مسلمين خليك حتى تتكلم يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ لم يقل المسلمون. ما كنت عليه أنا. طيب وأصحابي. وأصحابي. لماذا لم يقل؟ اسمعني واحدة لكي نفهم أخي الكريم. نحن نريد إقامة الحق. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الفرقة الناجية اسمها المسلمون؟ لماذا قال مثل ما أنا اليوم اليوم وأصحابي؟ لأن قال أمتي أمتي. ما قالش سنة ولا قال شيء. خلاص الله يهديك. قال أمتي أمتي. خلاص حبيبي عم تكلموا إذا عايز كاميرا. أنا بتمنى أنك تصحصح. لا 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 أنا بتمنى أنك أنت تصحصح يا صاحبي. تصحصح ما معناه أصبح صاحي. صحصح. تصير صاحي. أنا صاحي من اللي ولدت. فتح عيونك منيح ولا عم أنا الحمد لله. أنا عيوني مفتوحة. إن شاء الله. توحيد والسنة ومنهج صلاة الأمة. ومن خالف القرآن والسنة إلى مزبلة التاريخ. أنا بتمنى لك. هذه هي أنا الحمد لله. أنا بتمنى لك. أنا المعيار القرآن والسنة. نعم لأجل ذلك نعم لأجل ذلك أدعوه وأتكلم معه عن قضية الشيعة والسنة لأن القرآن والسنة لأن الشيعة يخالفون القرآن والسنة. سواء سيم برادا ويوتوك إلي أون ويوتوك نبا يؤلف القرآن أين شيعي talking about شو عم نتقتل وكلها عم نتفرج على بعض talking about أبناء يعرف كيف عم يتقتل هذا ما يتبع السنة هذا ما يتبع السنة أصلا يا عمي مش مسلم هذا ولا إشي هذا خلاص اعتبره ولا شيء خلي هدي 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 الله هدي امتنا اول شيء يا زلمه هدي امتنا اول شيء يا رجال انت ما انت ما هديتك هو يقول هدي امتنا انت ما هديتك شيعي فلان قتل فلان قبل 400 سنه انت يا اخي قتل فلان قبل 1400 سنه هذا من اللي سالنا اركان الصلاه تتغير من اللي سالت عن اركان الصلاه تتغير الله يرحمهم لا تزر وازره وزر اخرى يا حمان كلهم الله يرحم كل المسلمين المسلمين نعم يا ابن الله نعم كلهم كل المسلمين الذين لا يسبون امنا عائشه ولا يشركون بها الله يهديهم ويصلحهم الله يهديهم ويصلحهم خلينا نهدي هذا انت هسه بتعصب فلان بتسبه بامه وباخته من هو اخته؟ وين سبت اخته؟ من؟ هذول امرهم لله نحن بنشكيهم لله لا 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 لا, لا. الله يقول الله جل وعلا الله جل وعلا الله يرد كل شيء على ما سبوا الصح الله جل وعلا يقول كنتم خير امه أخرجت للناس طيب نقول لهم هذا الشيء غلط احترم الآية احترم الآية أخي كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون وتؤمنون بس كمل ها ما شاء الله حافظ اللي قطع فيا هذا فكرني ولا فكرني هذا فكرني بإمام قال إمام كان يصلي في المسجد ورأى أناس فيقرأ في سورة قل هو الله أحد قل هو الله أحد كان عنده مشكل في صوته كلهم الله الصمد الله الصمد ما شاء الله كلهم حافظينها على غد اتاهم صلاه الفجر في صلاه الفجر اتاهم يقرا صوت نون والقلم وما يسطرون بعد توقف ما يعرف احد قال لهم الله الصمد ها كلكم الله الصمد لكن نون لا تمرق سبحان الله لا تمرق مثل العاده يا شمسي الله يهديك الله يهديك رب العالمين ما طلب مني حفظ القران رب العالمين ما طلب مني حفظ القران النبي كيف كيف رب العالمين ما طلب مني اني احفظ كيف تتلوه اذا ما تقرا الله يقول تلو انا بقرا العربيه نعم بقدر اني احفظ اللي الله بيعيني عليه مش مطلوب مني اني احفظ القران كله خلاص حبيبي ما في انا ما قلت لك لا 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 تمرق انت لا تكون مارق اخي الكريم لا تكون مارق انت ترفع صوتك جد كثيرا مثل انا
لكن اخي لابد ان نريح شويه. طيب انا هادي والله هادي يا شيخ، انا معصب شيء. يا ترى عصب ترى لا لا معصب الان هادي الان انت الان هادي لكن انا معصب يا صاحبي. انت مواقفك الاسلاميه والعربيه والقران والسنه والله العظيم القران والسنه. انا كسني ما بتشرفنا. دقيقه هو خلينا في سني وشيعي، خلينا كسني. انا ما انت عم تقول سني وشيعي، خلينا في سني وشيعي، خلينا كسني الان. مواقفك ما بتشرفني ولا شيعي. انا سني. لا لا انا ما انا مسلم سني بؤمن اولا اولا انا شرفك ولا انا لست هنا، انا لست هنا لاشرفك، انا هنا لارض الله. اصحابه كاملين، انا هنا لارض الله، بيته كاملين. اه طيب انا هنا لارض الله، ليس لاشرفك اولا. انت تشرف بي ام لا هذا بينك وبين نفسك، اما انا هنا لارضاء الله جل وعلا، رضي من رضي وسخط من سخط. هذه خذها من عندك مقوله جزائريه عربيه. بارك الله فيك. الحمد لله. القرآن والسنة. انت وقت بتقعد تتفرج اي مواقف؟ ادعو الى التوحيد والسنة، ادعو الى التوحيد والسنة انه مرضي لله. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله توحيد والسنة وما يختلف. امام الله انا الحمد لله، وعندي عندي اخطاء ونسأل الله يغفر لي ويعفو عني. هاي الاخطاء، هاي الاخطاء ليش الاخطاء؟ لاني بني ادم غير معصوم، كلنا خطائين. طيب لا تخلي بس خطائك مع يعلم مع الام كلها. تمام. لا انا ما انا لا لم الم امي اخطائي. تعم على الام كلها رجاء، بتمنى منك هذا الشيء. لا انا والله 100% انا اتحدى. شوف شوف انا اتعم على امي. طيب طيب شوف شوف انا ولسانك تستعمله لله تعالى مش لغيره. انا استعملته لله تتقاطعني. تفضل سمعني. ايش خلاص يا اخي بليز. الشيعي والسني هذا ليس الشيعي اصلا. قال لك يفلو القران، القران يفلو السنه في احاديث. I have a sahih Bukhari book in my room. هي سو يفلو البخاري. I have the Shia one as well but I like read both of them. How you read both of them? How do you know which one is authentic which one is not? I don't know. I got one from Edgware Road. No, you are not a scholar of hadith. Yeah. Okay. So for you to just pick and choose, firstly we have to lay down a foundation, okay? In the Quran, Allah taught us Islam is the last way of life, correct? And Allah taught us to obey Allah and obey who? Obey the Messenger. Likewise, Allah said in the Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. If you differ on anything, refer it back to Allah and His Messenger. Or the Messenger, yeah? Now this commandment is not only for the time of the Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. It's for all the Muslims, including you and I, correct? Okay, so now if we differ, Allah told us what to do, to go back to Allah. What does it mean when he said go back to Allah? So you can see the truth? No, what is Allah? Yeah. How you go back to Allah? Quran? Quran, yeah. Quran. When Allah said go back to the Messenger, what does it mean? Hadith, yeah, you're right, Sunnah, yeah. Sunnah, general, Sunnah. So now logic dictates, when Allah will not tell us to refer back to the Messenger of Allah without Allah protecting the Sunnah also. You see, so the Sunnah has been protected by who? By the Sahaba which Allah taught us to follow, all right? So a Shia's books you should not be reading, because Shia books, they don't follow Sahaba. You understand? So that's why when I speak to Shia who are sincerely seeking the truth, you know, I always advise them read the Quran. Maybe you say Shamsi is biased, Shamsi doesn't want to listen. Read the Quran. The Quran is with us, Ahl-Sunnah. You see, Baba? So I read Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawood, At-Tirmidhi. You understand, Baba? That's the book should be reading. Because, like I said to you, logically speaking, Allah will never taught us to go back to the message of Allah without Allah protecting the Sunnah. Also, Allah taught us to follow who? Sahaba, Muhajir Ansar. You understand, brother? So, what question I have? Yeah, where is the question? Unfortunately, he died like 2 years ago. Your father? My grandfather. Your grandfather, Muslim? Yeah, he was a Muslim. Rahimahullah. He was a Shia, but like... Shia Rafidi? I don't know, but he didn't like Omar and Abu Bakr. He didn't like Abu Bakr and Omar? Let me tell you. Finish though. No, let me tell you. He was also like apparently he was a descendant of the Prophet as well. He was a Sayyid as well. Does that? Well, are you from Iran? From Iran, yes. Some people they say like I'm from Ahl Bayt too. You understand? But some people claim to be from Ahl Bayt. Like we verified it, alhamdulillah. You understand? Some people claim to be Ahl Bayt, they're not Ahl Bayt. But anyway, the point here is all his life in Iran? Iran, yeah, his family. Maybe, was he praying to Ali, says Ali? No, he didn't. Inshallah, what we hope for him, inshallah, that he didn't have knowledge, he was a layman. So maybe, inshallah, Allah will test him. Well, Allah Alam. He told me, like, if you want to curse the, let's say, for example, if you want to curse, do it for the sake of Allah. Don't do it to, like, annoy the curse soul. Who? Like, for example, the Sahaba. Ah, your grandfather has finished too. No. Like, he said, do it for the sake of Allah, because, like, he lived in Iran. He only had, like, the shirk. Yeah, may Allah, inshallah. Maybe yeah, due to ignorance, sahih, like the environment. But brother, how are you gonna curse people for the sake of Allah, which Allah loves them?
Yeah, but there's no Sunni books. I understand that. No, I'm talking. Your grandfather is. What's going to happen between him? Allah knows. I don't know. Yes. You know? I don't know. What I say, you're right. In Iran, the environment just Shi'i, maybe he didn't have the access to Sunni books. Okay? Yes. But what I would say to you, brother, doesn't make any sense. You want to curse people, which Allah loves them, and Allah is pleased with them. But the Quran, to go back to Quran. He didn't say curse, I've explained it really badly. The Quran is a proof against him, to be honest. Yeah, he said that if, for example, you want to curse, don't do it to like annoy the Sunnis. Do it. But curse who? For example, let's just say Omar, I'm not saying he's bad or anything. No, before you say, your grandfather, if you curse Abu Bakr and Omar, he's finished though. Do you know why? That's the reality, you know? Do you know why? Because in the Quran, Allah is pleased with the Muhajir Ansar. You know what? Let me take it back because this is from the unseen. All right? Because maybe he doesn't know who are the muhajirun, like you said. So Allah knows best. You know, Allah knows best. But in the Quran, Allah praise the muhajirun. Allah praise the ansar. So Allah alam, Allah knows best. I don't know. Yeah, but brother, before that, we're still discussing the issue. Yeah. What we say to you, that you, alhamdulillah, living here. Who do you live, by the way? We don't say a specific place. North London. Alhamdulillah, you can come see us in West London, Shepherd's Bush. We can discuss it more, alhamdulillah. My best friend. You know, I'll tell you the story to my best friend. I gave him a da'wah about Sunni in general. He was a Shi'i from Iran, from Tehran, Saleh. I gave him da'wah. I da'aytu. That time I was jahil, but I knew Sunni is the truth. I knew Quran, alhamdulillah. So I gave him da'wah. He became Sunni, general Sunni, yes? Then what happened? I started doing some crazy things, Allah forgive me. I went to prison, I came out of prison. He became Salafi. He became Salafi, the brother. And he gave me da'wah about Salafiyya. والله هو دعاني للسلفية الحمد لله so I was you come inshallah and we talk inshallah the دار السنة inshallah but الحمد لله you have صحيح البخاري you have to learn brother you seem a nice guy inshallah sincere may Allah bless you أخي so yes go ahead أخي you said Allah loves yeah so and then I'll try to understand what do you understand love is according to Quran and according to Allah okay I'll tell you what is Allah hatred it's the opposite so you know what is love there's no point